سيكون الراسبون لا قدر الله يعيدون السنة أو سيحالون على مسارات أخرى. كيف بداية يعني ماذا عن الأسرة؟ ما الواجب على الأسرة القيام به قبيل إعلان هذه النتائج؟ قبيل الإعلان واجب على الأسرة أنها تفهم هذا الإنسان ولا هذا التلميذ اللي هو ينتظر في هذه النتيجة. قبيل إعلان النتائج الأسرة يجب عليها تتفهم هذا التلميذ قبل كل شيء. تفهم هذا التلميذ قبل كل شيء وتكون معه وتفهمه أنه تعطي له الاقتراحين النجاح أو الفشل. وتفهموا باللي النجاح الأكاديمي ليس هو النجاح ككل ولا بتعبيره الكلي، معناتها يقدر ينجح في مجالات أخرى غير النجاح الأكاديمي، وتوضح له إنه يقدر يعمل العديد من التخصصات والمهارات ويتميز في مجالات أخرى عوض إنه ينجح أكاديميا إذا لم تكن له الإمكانية. نعم، وماذا عن كيف من الضروري على العائلة أن تستقبل هذه النتائج؟ يعني كيف تبلغ الأسرة أبناءها الممتحنين في هذه الامتحانات؟ بالنسبة لاستقبال النتائج، احنا لما نقولوا نتائج إيجابية ولا نتكلموا على النجاح معناتها ما كانش مشكل، تكون كاينة فرحة عالمة، لكن الإشكالية دائما تكون في النتائج السلبية. لما تكون نتائج سلبية كيف حتتعامل الأسرة وكيف يكون هذا كيف حيكون هذا الإنسان ولا هذا التلميذ؟ أول حاجة لازم نخدموا عليها في الأسرة هي عدم إبدائهم من المشاعر، نعطيه الأولوية لهذا التلميذ، نعطيه الأولوية، مثلا إذا كنا في رسوب أو عدم نجاح أو فشل. أول خطوة نقوم بها هو التركيز على هذا التلميذ، نشوفوا هو كيفاش حيبدي المشاعر تاعو، كيفاش حيبدي ردة فعل. لانه لو احنا عملنا ردة فعل استجابة كبيرة اكيد راح يتأثر بها في تلك اللحظة. يمكن انه الفشل الدراسي او الرسوب يعبر له عن صدمة، وتختلف الاستجابات، يمكن انه يعبر بإنكار، انه ما يتقبلش وما يصدقش انه هو لم ينجح ويبدأ يقول لا مانيش مؤمن، يمكن يعبر بإنكار، يمكن يعبر بانفجار انفعالي، ببكاء، بصراخ، بغضب، بنوبات كبيرة للغضب. ويمكن كذلك انه ما تكون عنده حتى ردة فعل، لكن راح تكون ردة فعل بمرور الوقت. هنا نقول للأولياء انهم اول حاجة لازم يكونوا فيها يركزوا على هذا التلميذ، يتفهموه وينحيوا الصورة تاع التركيز على مشاعرهم، لانه كما نعرفوا احنا في مجتمعاتنا العربية ولا الغربية دائما الأولياء يركزوا على الصورة تاعهم، يحسوا في حالة الرسوب يحسوا باللي هنالك تشويه لصورتهم، كيف حتى ما جبت ليش، كيفاش حتى ما عطيتنيش، كيفاش ما كانتش النتيجة، يحسوا باللي عندهم جرح هما قبل هذا الطفل، وهما اللي يكونوا في مركز الاهتمام أكثر ما هيكون هذا التلميذ في مركز الاهتمام، لأنه هو بحاجة للتعبير عن المشاعر تاعو، هو الذي بحاجة إلى الاستماع قبل الأولياء. نعم، وماذا عن العادات السيئة التي تقوم بها تقوم بها عدد من العائلات التي من الواجب أن نعدلها، العادات السيئة في استقبال نتائج البيام أو الباكالوريا أو غيرها؟ أكيد في مجموعة هذه العادات السيئة في الهرم نصيبه دائما المقارنة السلبية، المقارنة مع الجيران، المقارنة مع أبناء العم، أبناء الخالة، المقارنة إما مع الجيران أو أفراد العائلة. المقارنة السلبية في تلك اللحظة خاصة إذا كان حدث صادم، خاصة إذا كان هذا التلميذ عمل المجهود تاعه ولم يتوقع نتيجة رسوبه، راح تمثل له جرح عميق وتمثل له آثار سلبية جد وخيمة، أنه هو في تلك اللحظة اللي هو يستشعر كل تلك المشاعر ويستشعر كل تلك الأمور اللي تعبر عن الحزن، تعبر عن الصدمة، تعبر عن الفشل، وراه يمتص ذلك الفشل، يجي إنسان واحد آخر يقارنه فلان وهذاك ويقولوا شوف هو نجح، خاصة بالك هذاك الإنسان هو يعرفه باللي ما داش مجهود مثله، ويبدا يدخل في صراع المقارنه السلبيه. دونك هنا نركزوا على الأولياء انه ما نعملوش مقارنه، ما جبتش نفهموا باللي عادي هذا الشيء يمثل لك حدث صادم ولا هذا الشيء يحزنك، نتفهمك انايا، استمع اليك، نكون معاك وتكون انت مركز الاهتمام. نعم، بعد ساعات من الان سيتم الاعلان عن نتائج امتحان شهاده البيام، يعني ما هي الوضعية النفسية الآن للطلبة الممتحنين؟
لما نتكلموا عن الوضعية النفسية للطلبة الممتحنين نتكلموا كذلك عن الناجحين والراسبين. نعم. الناجح راح يعيش تلك الفرحة، ما راح يصيبوا إشكال كبير. لكن أنا أقصد يعني هذه الساعات قبيل الإعلان كيف هي نفسية الساعات تكون؟ نعم. على حسب الاستعداد. نعم. على حسب استعداد هذا الطالب في الفترة، في فترة الامتحانات ولا في فترة ولا في مساره الدراسي. نعم. مثلا إذا كان هذا الطالب عنده المعدل لأهله للنجاح، معناتها هو ضامن او عنده هذاك الارتياح نوعا ما، اذا هو او حس بهذاك الشعور انه انا خدمت في نتائج البيان وعندي كذلك عندي الباساج، معناتها عندي هذيك الاريحيه. لكن اذا هذا الطالب مثلا ما عندوش باساج، ما عندوش امكانيه الانتقال، وحتى نتائجه في البيان مبهمه، مش عارف اذا هو خدم ولا ما خدمش، هنا اللي حيعيش عدم ارتياح كبير ودائما يقعد يفكر. واكيد انه الانسان الطالب اللي عاد السنه مش ما حش يعيش نفس الوضعيه كما الطالب اللي حيستنى النتائج للمره الاولى. نعم. نعم. ماذا عن الانشطه التي لابد على العائله ان تقوم بها على سبيل المؤازره النفسيه لأبنائهم الممتحنين في شهادة البيام؟ لما نقولوا أنشطة مش أنشطة. نعم. مش أنشطة. نعم. على وجه العموم. نعم. لكن ما نحاولوش نركزوا دايما على الرسوب أحسن، لأنه في النجاح. نعم. مش نلقاو ديك الإشكالية. نعم. الكبيرة في الرسوب ما نحاولوش عزل هذا التلميذ، عزل التلميذ ما راحش يسمح له باش يكون في امكانيات. دائما راه يمكن هو راه عايش هذاك الجرح، راه عايش تلك المعاناه اللي تلقاها من الرسوب المدرسي، لكن دائما نلايموه مع العائله، دائما يكون معنا في العائله ونفهموه باللي حتى الفشل اللي مريت به انت هو عباره عن مرحله بسيطه من النجاح. معادله النجاح تتكون من عده محاولات فاشله، باصرارك وبالاراده تاعك وبرغبتك في النجاح راح تحصل على النجاح اكيد. نعم. كذلك الإعلان على هذه النتائج في العادة يخلف حركة داخليا داخل المجتمع في الأحياء. ماذا عن الواجب من سكان الحي أن يقوموا به بخصوص هؤلاء الراسبين؟ في سكان الحي دائما هنالك مقارنه سلبيه ثاني بالنسبه للراسبين، لانه كاين العديد من الافراد في الحي والجيران هما من نفس الفئه العمريه لهذا التلميذ، دائما لما يشوفوه يمر راح يسالوه جبتوا ما جبتوش، هذاك فلان جابوه هذاك ما جابوش. نعم. دوك هنا راح يعاود يذكروا بهذاك الحدث. اذا هو هذا التلميذ يفضل انه يقعد في المنزل يقعد، اذا يعرف الجيران تاعو يراعون نفسيته، وهذا المراعاه لا اظن انها كاينه في كل مجتمع، في مجتمعنا العربي ولا في مجتمعنا الجزائري، يفضل انه يقعد في المنزل تاعو، يحب يخرج يرفه مع العائله تاعو، يذهب للترفيه، حتى لو خرج وتقبل هذيك الحاله عادي، المهم فقط انه يتقبل ذلك الحدث الصادم ويستطيع التكيف معه باش هذه الخطوه تاع الفشل يعمل عليها وتكون ميزه في نجاحه في الايام القادمه. نعم. فئه من هؤلاء الراسبين ربما كانوا عندهم ثقة في النفس أنهم ينجحوا بالنظر إلى مسارهم واجتهادهم على مدار العام، ولكن لحدث لسبب من أو لآخر في الامتحان ربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني كيف يمكن أن نرافق هؤلاء، أو ما دور المعلمين أو الأساتذة في تحفيز هؤلاء للإعادة والرفع من معنوياتهم؟ أكيد هذه الفئة بالذات. نعم. اللي تعاني من الرسوب المدرسي هي اللي حنصيبوا عندها تأثير أكبر، ونصيبوا عندها تتأثر نفسيا أكثر من الناس اللي لقاوا أنه عندهم رسوب لكن تعاملوا معه، هو متوقعش أنه يرسب. نعم. لكن تعامل معه. لكن الفئة اللي ظنت أنها ستنجح وظنت أنها راح تروح للثانوية، هنا اللي حنصيبوا إشكال، لأنها راح تعيش نوعا ما الإنكار، والإنكار هو نتيجة للحدث المفاجئ. الحدث كان جد مفاجئ بالنسبة لها ولا بالنسبة لهذا الفئة، تفاجئوا لما عرفوا أنهم ما نجحوش ويعيشوا في هذيك المرحلة تاع الإنكار، مازال ما راحوش للمرحلة الثانية، دائما يعيشوا عدم تصديق اني انا ما جبتش. نعم. دائما لا يصدقون، مازال ما راحوش بالمراحل تاع الصدمه، ما مروش كل المراحل وما لحقوش مرحله التقبل ولا مرحله التكيف. اذا حنا كاسره ما ساعدناهمش، واذا حنا كاسره ما مدينا لهمش السند
الاجتماعي ولا المساندة النفسية باش نفهمهم بلي هذا الشيء عادي، يمكن هنالك سبب راح تعرفوا في الايام القادمه، وهذه راح تمثل لك خطوه باش تنجح في الايام القادمه. اكيد هذا التلميذ راح يقعد في مرحله الانكار اذا ما عاوناش. البعض يعني يركز على مرافق الترفيه ودورها في ان ينسى ابنائهم الراسبين ربما النتائج، هل هذا الهروب ربما صحيا يعني صحيح من جانب النفسي؟ اكيد يعني وسائل الترفيه راح تمد له ترويح النفس، وراح يقدر انه يشوف ناس اخرين، راح ينحي على خاطره كما احنا نقولوا، لكن يبقى التاثير هذاك، التاثير هذا راح يروح بانه نسانده نفسيا، نفهمه بلي هو مركز الاهتمام، نفهمه بلي الابن تاعي ولا اي فرد من العائله بيناتنا حب غير مشروط. هذا الحب غير المشروط معناتها الحب الموجود في افراد العائله ولا بين الابناء وبين الوالدين لا تربطه اي شروط حتى لو ما نجحتش. مش شرط انه انا هذا الفرد نحبه باش حتى ينجح، حتى في الفشل عادي، انت فشلت معليش نتفهمك، تفهم مشاعر تاعك، حبيت تعبر عليها عبر عليها، وحبيت نخرجك ونحوس عادي، لكن نركز على المشاعر يكون هو مركز الاهتمام. من بعد على تشويه الصورة الوالدية ولا تشويه المكانة الاجتماعية، خاصة انه الوالدين دائما تكون عندهم هذاك النوع من المكانة الاجتماعية، جاب لي عطاني، دونك دائما عندهم انتساب ولا يحسوا هذاك الامتداد لنفسهم، في عوض انه هذا النقطة تمثل الطالب ولا هذا التلميذ، دونك يشجعوهم كذلك على كتابة المشاعر. دونك اذا حبيت تكتب المشاعر تاعك نعطي له اوراق نشجعه ونتكلم معاه، اذا حبيت يتكلم في الموضوع نتكلم معاه ونناقش معاه، فقط باش يمر بكامل المراحل حتى نصل للتقبل والتكيف. نعم، الصنف من الناجحين في امتحانات كانوا يعولون على ان ينجحوا بمعدل جيد، ربما يقول لك انا بلاك نجيب المعدل نجيب 17 فاذا به ينجح مثلا ب 11 ولا 10، يعني هؤلاء يعني ما يتقبلوش ربما النتائج تاعهم ويعتبرون انفسهم راسبون يعني نفسيا، ما هي النصائح النفسيه التي علينا ان نقدمها لهؤلاء؟ هذه الفئه حيعيشوا احباط انهم ما توقعوش تلك العلامه، راح يعيشوا احباط ويمكن راح يعيشوا نفس المراحل تاع الحدث الصدمي ولا نفس التاثيرات نفسيا، ويعيشوا نفس الاستجابات الانفعاليه للاشخاص الراسبين، خاصه اذا كان متوقع علامات عاليه كما تفضلت وقلت، متوقع انه يدي 17، متوقع انه يدي 16 وتفاجأ بتلك النقطه، راح يمر بنفس التاثيرات النفسيه ونفس الامور اللي يمر بها هذاك الانسان الراسب. هنا نقول لهم حاول انك تعيش الفرحه تاعك، انت نجحت، حاول انك تعيش تلك الفرحه، تستشعرها، تشوف انه كاين العديد من الناس اللي ما نجحوش ماذا بهم حتى يتحصلوا على المعدل اللي انت راهو عندك، دونك هنا يعيش النجاح، يعيشوا من ثم خاصه في شهاده البيام ولا شهاده التعليم المتوسط، يعني ما كانش هكا عندهم ميزات اكبر من انه برك يروح علمي ولا ادبي، مش مثل شهاده البكالوريا، دونك يعيش الفرحه تاعو ويستشعرها ويتقبل تلك العلامه. نعم. العام الماضي كانت امتحانات شهادة البيام كانت اختيارية بنظر لجائحة كورونا، هذا العام يعني أعادت الوزارة يعني إجبارية على مختلف التلاميذ، هل يمكن أن تكون للجائحة آثار نفسية يعني إضافية لهؤلاء الراسبين على هؤلاء الراسبين اليوم؟ أكيد يمكن تكون الجائحة عندها آثار نفسية، لكن بالنسبة لهذا العام هنالك تعود نوعا ما على الجائحة، تعودنا مقارنة بالعام الماضي، لكن هنالك العديد من التلاميذ أنهم يأخذوها كحجة أنه إحنا في هذه الجائحة ولا في هذا الوباء، إحنا تعودنا على هذا الوباء، نتخذ الإجراءات الوقائية، لكن يبقى معدل الانتقال ليضمن لهم. دونك إذا هذا الطالب أو هذا التلميذ قدر أنه ينجح وقدر انه ينجح يمد علامات، لو ما قدرش هنالك معدل انتقال ليضمن انتقاله للثانويه. دونك لا ناخذ القصه تاع الجائحه ولا الجانب تاع الجائحه من كانه حجه ولا كانه يعبر لنا على سبب باش يكون كاين اهمال دراسي. الكثير كان يتحدث في الايام التي تلت امتحانات شهادة التعليم المتوسط على ضرورة مراعاة ظروف تمدرس التلاميذ هذا العام، الظروف التفويج، ظروف كانت فيه ظروف استثنائية،
ما يعني أهمية مراعاة هذه الظروف في المرافقة النفسية لهؤلاء التلاميذ؟ هذه الظروف لو نتكلم عليها بطريقة عامة، هناك عدة ظروف تأثر على هذا التلميذ. تأثر عليه الظروف الاقتصادية إذا كان عايش فقر ولا نقصان مادي، تأثر عليه الظروف الاجتماعية، تأثر عليه كذلك الظروف الاجتماعية لما نقول هنالك مشاكل أسرية، كاين صراعات بين الوالدين، طلاق، كل هذه الظروف راح تأثر عليه. لكن التلميذ اللي يقدر هو يسيطر على الوضع ويقدر أنه يدير إدارة المشاعر في بين كل هذه الظروف، هو اللي يقدر ينجح مستقبلا في الجانب الأكاديمي وفي الجانب في جانب حياته كذلك. ماذا عن النصائح التي تقدمينها للتلاميذ الممتحنين في امتحان شهادة البيام الذين يتابعوننا الآن؟ أول نصيحة حابة نوجهها لهم هو أنهم ينقصون من حدة القلق والخوف والتوتر. النتيجة اللي حيتحصلوا عليها هي نتيجة التعب والمجهودات اللي كان في السنة. دونك عادي انك تتقبل، وعادي انك عادي انك تتحصل على كامل النتيجه. لو تحصلت على نتيجه ايجابيه تقبلها وعيش الفرحه، حتى لو ما كانتش المعدل اللي كنت حابه ولا المعدل اللي كنت حاب تتحصل عليه. لو تحصلت على نتيجه سلبيه او رسوب او فشل دراسي، هذه مش نهايه الحياه، والحياه ستستمر طبعا والحياه ستكمل. لكن عليك فقط ان تدرك انه معادله النجاح تكون من عدة محاولات للفشل، وهذا الفشل تحصلت عليه هذا العام هو اللي راح يبنيك وراح يخدمك في نجاحاتك العوام المقبلة إن شاء الله. ثم إن هؤلاء الراسبين لديهم أقرانهم من أصدقائهم، ربما من جيران في الحي وغيره. ما أهمية الجيران ويعني الجيران في مرافقة أو في المؤازرة النفسية لهؤلاء الراسبين؟ بمعنى آخر، في جار مثلا تلقى عنده طفل نجح والآخر لا، ما أهمية التآزر بين الجيران حتى لا يصدم نفسيا هؤلاء الراسبون في هذه الامتحانات؟ يمكن كلمات بسيطة تحدث الفرق. يمكن لو هذا التلميذ يتلاقى بجاره برا ويقول له بلي معليش نستناو فيك العام الجاي، معليش احنا عندنا ثقة فيك انه العام الجاي راح تنجح ان شاء الله، وهذا العام راك بصحتك. شوف مثلا يعطونه امثله على ناس راهي مرضى وما قدرتش انها تمتحن. هذه الكلمات البسيطه وهذا الفارق للكلمات اللي راح يمد لهم هذه المؤازره. لهذا دائما اركز واقول انه دائما نختار الكلمات، لانه الكلمات لو اخترناها في غير محلها ولا في مكانها الغير مناسب راح تؤثر سلبا، خاصه بالنسبه للناس الراسبين، لانهم هما عايشين حاله نفسيه خاصة إذا متقبلوهاش، راح يعيشوا في حزن، في خوف، في العديد من المشاعر اللي ما عرفوش يديروها، مازالهم في المرحلة الأولى من الصدمة. دونك هنايا لازم علينا نتفهموهم قبل كل شيء، وما نسيوش نجرحوهم، ولا دايما نجبدوا سيرة الناجحين أمامهم، دايما نراعيو المشاعر تاعهم حتى يوصلوا للمرحلة الأخيرة أنهم يتقبلوا ويتكيفوا ما مروا به في الرسوب. نعم، نتحدث عن الصدمات النفسية، ونتحدث أيضا على التعنيف الذي قد يلجأ إليه بعض الأولياء في السنوات الماضية. قرأنا وسمعنا عن العديد من حالات طرد الأولياء لأبنائهم. ماذا يمكن أن نقول للأولياء الآن؟ لما نتكلموا عن الأولياء دائما نرجع النقطة الأولى اللي تكلمنا عليها. هذا الرد فعل كامل يوم يمدوا فيه الأولياء هو عبارة عن تشويه لصورة المكانة الاجتماعية، تشويه لأنه هما كانوا متوقعين أنه ينجح هذا الطفل، هما اللي ما تقبلوش. دونك هنايا في لحظة النتيجة ولا في لحظة إعلان النتائج لازم تبعدي كامل ولا يبعدون كامل المشاعر تاعهم بجهة. هنا تركزي مركز الاهتمام يكون التلميذ مش الوالدين، بعدين تقدر أنت تتقبلي ولا يقدر هذا الوالد يتقبل. ردة الفعل اللي حتكون أنه هو ما تقبلش، انه يطرد الابناء تاعو ولا يضربهم ولا ما تقبلش ذلك الحدث. كان متوقع ولا كانت متوقعه انها الابن تاعها ولا الابن تاعها تنجح، ما تقبلتهاش. لكن دائما عاد نقول النقطه العديد منا ينكرها، هي انه هذه العلامات تتمثل الابن فقط. انت عليك الاستماع ليه، توجيهه، توفر له كل الوسائل، حتى الاب ولا الام يوفر له كامل الجوانب الماديه وكذلك يوفر له الجانب المعنوي. لكن هذا النقطه تمثل الطفل فقط ولا تمثل هذا التلميذ فقط، تعبر عليه هو. دونك اذا جاب ولا ما جابش حيجيبه لنفسه، شكون اللي حينجح هو. دونك هنايا راعيو المشاعر تاعهم واحترموا رده الفعل اللي تكون عندهم.
كذلك ما تبداوش رده فعل عنفيه ولا في لحظه الاعلان. اول حاجه نشوف الابن تاعي ولا الابنه تاعي كيفاش حتكون رده الفعل تاعها، نحاول اني نعاملها باحتواء، نحاول اني دائما نفهمها انه هذا الرسوب للفشل خطوه من خطوات الحياه اللي يخليك تستمري بعيدا عن الطرد ولا العنف ولا التجريح. نعم. ومن بعد على صوره المكان الاجتماعيه. نعم، البعض الكثير من الاولياء يربطون بين النتائج وشخص أبنائهم، فيما النتائج هي نتائج امتحانات وليست نتيجة، يعني الراسب ليس الطفل أو هذا الممتحن، هو راسب في الامتحان، هو يعني تلك العلامة تمثل إجابته، تقييم لإجابته وليس تقييما لشخص هذا التلميذ. أكيد، وهذا هو الإشكال يوقع فيه الأولياء. نعم. دائما نركزوا على الحب الغير مشروط، مش حتى تجيب لي باش أنا الإبن تاعي نعبر له ولا نحس هذاك الإكتفاء اللي مدهولي. دائما نفصل بين كما تفضلت وقلت شخصية هذا التلميذ وبين العلامات، العلامات تاعه هي نتيجة التعب والمجهودات تاعه في المسار الدراسي، إذا نجح أو لا هذا يرجع ليه أنه هو اللي قدم هذا المجهود، لكن شخصيته وشخصية الابن اللي تعبر عليه وتمثله هي الأساس وهي اللي حتمد لنا المستقبل تاعه وراح تضمن العديد من الميزات اللي حيقدمها. دونك هذا الأولياء طريقة التعامل تاعهم راح تأثر، لأنه استجابة الأولياء راح تأثر على استجابات هذا التلاميذ للحدث. دونك إذا كانوا الأولياء عبروا عن استجابة كبيرة ومفاجئة ويخبروه أنه عانوا من خذلان، أنه أنت خذلتني وأنه أنت ما قدمت ليش حتى نقطة، راح هو يمد استجابة انفعالية أكبر وأكبر نتيجة للاستجابة الأولياء اللي قدموه. نعم، نتحدث الآن عن الصدمات النفسية التي ترافق التي تأتي بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات، امتحان شهادة البيام اليوم لا قدر الله. ما أهمية الاستشارات النفسية في مرافقة هؤلاء الراسبين؟ في الراسبين دائما نلقاو عندهم إشكال أنهم في مرحلة الصدمة يقعدوا في مرحلة الإنكار، ما قدروش يكملوا المراحل الأخرى. دونك هنا إذا شافوا الأولياء أنه الراسبين ما قدروش أنهم يمدوا وما قدروش أنهم يعبروا، شافوا بالاستجابة تاعهم حبست، شافوا كأنه الحياة تاعهم توقفت في النتيجة، توقفت لما رصب هذا التلميذ، نوجههم الأخصائي نفساني أنهم هو راح يتعامل معاهم ويعرف كيف يتعامل معاهم في باش يمد لهم مساندة نفسية وباش يضمن لهم العلاج النفسي والعلاج المتخصص في هذه الصدمة. أنه لو هذا التلميذ قاعد في مرحلة الإنكار راح يقعد دائما أنه منكر وغير مصدق للنتيجة يتحصل عليها، ما راحش يروح مراحل أخرى، خاصة الراسبين اللي ما عندهم حتى استجابة. لما سمع أنه هو راسب ما كانت عنده حتى استجابة أو حتى ردة فعل، أنه هذا الإنسان ولا هذا التلميذ يمكن يطور استجابات أخرى مستقبلا. دونك هنا إذا شفت الإبن تاعي يبدي عزلة، يبدي حزن كبير، إذا شفته ما عندوش ردة كبيرة ولا شفت أنه تغير السلوك تاعه مقارنة بالسلوك اللي كان من قبل، وجهه دائما إلى أخصائي نفساني باش يقدر يعاون. نعم، صنف من هؤلاء التلاميذ ربما قد يكون اجتيازهم لشهادة البيام هو العام الأخير بالنظر إلى السن، يعني مسألة السن، ماذا يمكن أن يعني يخلفه ارتباطهم يعني كآخر امتحان، ربما الفرصة الأخيرة لاجتياز البيام، ولا قدر الله فشلهم فيما بعد، ما هو التأثير النفسي الذي يمكن أن يحدثه رسوبهم في الامتحانات؟ هذه الفئة بالذات راح تعيش توتر أكبر، لكن لو الأولياء قدروا أنهم يساعدوها، الأولياء والمحيط ولا البيئة الاجتماعية قدروا أنهم يساعدوها ويشوفوا الكأس من زاوية أخرى ويبينوا لهم باللي لو أنت ما نجحت في هذه الشهادة يمكن أنك تدير تخصصات ولا يمكن أنك تنجح في مجالات أخرى. كاين العديد من التكوينات لهم يقدموها مراكز التكوين المهني اللي يقدر هذا الراسب ينجح فيها ويبدع فيها. يمكن هذه رسالة إذا وشاف أنه راه يكرر ويعيد في السنوات، يمكن هذه رسالة أنه يتجه لمجالات أخرى وتخصصات راح يبدع فيها. نتحدث عن المرافقة النفسية، لماذا لا يتحدث عن المرافقة النفسية للتلميذ إلا في المناسبات، في البكالوريا، في البيان، في غيرها؟ كيف تجدين، ترين كأخصائية نفسية واقع المرافقة النفسية للتلميذ على مدار يعني أيام الدراسة؟
لانه دائما احنا نركز على الصحه الجسميه، ما نركزوش على الصحه النفسيه. لو تم التركيز على الصحه النفسيه من اول ما نتكلموش عليها في الاخر، لانه هذا التلميذ كان عنده صحه نفسيه وكانت عنده مسانده نفسيه كبيره، لهذا دائما نهملوها. لانه الصحه النفسيه ولا الجانب النفسي دائما ما يبانش، مش كما المظهر ولا مش كما الصحه اللي تظهر. مثلا انسان مصاب بالزكام يبان عليه الاعراض، لكن الاعراض النفسيه يقدر انسان يخبيها، يقدر انه ما يبينهاش. لهذا الصحه النفسيه دائما ما نبينوهاش ولا ما نتكلموش عليها، وهي الاهم، هي الاهم. لانه باش تتحقق الصحه الجسميه لازم تكون عندنا صحه نفسيه، باش هذا التلميذ ينجح لازم تكون عنده مستوى من الصحه النفسيه، انه هذه الصحه النفسيه راح تمدله مستويات كبيره من النجاح، خاصة مثلا في لما يكون في خوف وتوتر، إذا قدر يتعامل صحته النفسية ولا مناعته النفسية اللي راح تكمل له وراح تمد له هذيك الإرادة ولا هذيك الرغبة باش يكمل. لهذا من الأول لازم نركزوا على الصحة النفسية، من أول لازم يكون كاين مساندة نفسية من طرف مختصين، من طرف استشاريين الموجودين في المتوسطات. من الأول نركزوا على الصحة النفسية، نفهموهم نفسيا، تكون كاين ورشات تحضير نفسي للامتحان، التحضير النفسي كذلك للنتائج. لما هاد التلاميذ نحضروهم نفسيا للامتحان، معناتها وراح الامتحان هو محضر نفسيا، ولما نحضروهم كذلك للنتائج ونعملوا لهم ورشات ومحاضرات، هذا الشيء اللي راح يمثل لهم مناعه وراح يقدم لهم يمكن فكره في تلك المحاضره اللي راح تحدث لنا الفرق. ما في الختام قبل ان نختم، نتحدث عن العقد النفسية. هل يمكن أن يكون الإعلان عن امتحان البيام سببا في عقد نفسية لبعض الرصيبين؟ أكيد، لأن احنا في علم النفس ما نتكلموش عن مصطلح العقد النفسية، لكن هذا الرسوب الدراسي اللي يمثله عند التلميذ يمكن يحدث له اضطراب نفسي، ولا يمكن يحول له اضطرابات نفسية عديدة، ويمكن هذا السبب اللي راح يكون عامل مفجر لهذا الاضطراب اللي نتكلموا عليه. يمكن إنكاره، ويمكن هذا الإنكار ولا تلك اللحظة اللي ما تقبلش فيها أنه تحصل على تلك العلامة هي الفارق. لكن كيف نتحدثوا لها تكون اضطراب نفسي، ولا هذا الإنسان يمكن يمرض نفسيا على حسب شخصية هذا الفرد، شخصية الفرد كيفاه تكون، على حسب مناعته النفسية كيفاش راح يتعامل مع الموقف. إذا قدر يتعامل معه وكانت عنده صحة نفسية في مستوى متوازن نوعا ما، راح يقدر أنه يتعامل. إذا ما قدرش، يمكن هذه الفترة اللي مر بها والاستجابة اللي قدمها راح تمد له اضطراب نفسي في الأيام المقبلة. كيف يمكن أن يؤثر توقيت الإعلان عن النتائج على نفسية الراسبين في امتحان شهادة البيان؟ بمعنى آخر، هناك عدد من العائلات تشهد أفراحا مثلا اليوم، كيف يمكن أن لرسوب تلميذ ما أو ممتحن ما في امتحان شهادة البيان أن يتأثر بالنظر إلى ازدواجية المشاعر، فرح وما يقابله، خاصة إذا كان هذا العرس ولا هذه الأفراح اللي كاينين يكونوا في المنزل أو في العائلة، راح يحس روحه هو الأسهم كل موجهة له، راح يحس روحه بلي كامل الناس راهم يخزروا فيه ويجوا يسألوه. هنايا إذا قادر أنه يخرج من ذلك الفرح ولا من ذلك العرس، يخرج إذا قادر أنه لا يعبر عن الفرحة الكبيرة مع الناس هذوك، ويروح للمنزل تاعو وين يحس بهذاك الاستقرار النفسي يروح، وإذا كان في المنزل تاعو يقعد في الغرفة تاعو مع أقرانه وأصدقائه والعائلة، لكن دائما يراعي المشاعر تاعو ودائما يعمل مراعاة لنفسه قبل كل شيء. مش نروح أنا نعيش مشاعر تاع الحزن والمشاعر اللي تعبر لي على الحدث الصدمي ونروح برا ونفرح معهم وأنا نفسيتي راهي كامل مش مليحة. نحترم ذاتي ونعبر على ذاتي ودائما دائما نحترم المشاعر تاعي. إذا كان عنده فرح في المنزل يقعد في المنزل في نوعا ما في بيت مختلف، إذا حب يفرح معهم يعبر عن فرحة بسيطة، لكن إذا كان فرح بعيد ولا في العائلة وحاب هو يروح له الترويح عن النفس يروح، وإذا حاب يقعد أحسن. نعم. السؤال الأخير في دقيقة، ماذا تقولين بخصوص المؤازرة النفسية لغير الناجحين في امتحان شهادة امتحان البيان الآن؟
كلمه اخيره. نقول لهم بلي ان شاء الله كاملين ينجحوا، ومام ان شاء الله اللي ما حش يكونوا ناجحين راح تكون عندهم فرص عديده. الفشل مش المحطه اللي تنتهي عندها الحياه، الفشل راح يكون مرحله راح تحدث لك الفرق واللي راح تعاونك في انك تنجح. ودائما هذا الفشل اللي راح يصنعك انت، انه راح تفهم الامور اللي يمكن تغاضيت عليها في تلك الفتره وراح تعرفها وراح تساعدك في كل جوانب الحياه تاعك. والنجاح الاكاديمي مش هو النجاح ككل. اشكرك جزيل الشكر الاخصائيه النفسيه حفصه اللي لا تحدثتنا بموضوع المؤازره النفسيه لغير الناجحين في امتحان البيام. نتمنى التوفيق لكل الطلبة الممتحنين وحظ موفق لغير الناجحين في الأعوام القادمة. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم الشروق مورنينج. ابقوا أوفياء لبقية